الناس اللي ما كتعرفي طيح هذا الخط هذا اليوم جيتكم واحد الحاجه واعره بزاف وبزاف ديال المعلومات في هذا الفيديو هذا. راقب معايا كيفاش كيطيح هذا الخط هذا بسهوله بزاف واحد التكنيك واعر بزاف اللي ما كنوريكمش بزاف ديال الحلقات. السلام عليكم الخوت، كيف نتوما؟ مزيانين بخير، نتمنى تكونوا كاملين مزيانين بخير وعلى خير. هذا الفيديو هذا ان شاء الله يا ربي بزاف ديال الطلبه لي في الانستغرام ولا في الكومونتيرات، كنقرا الكومونتيرات ديالكم كاملين والله العظيم الا واحد ميساج زوين بزاف ديال الانستغرام ولا الكومونتير ديال اليوتيوب كتشجعوني بزاف. المهم هذا الفيديو ان شاء الله يا ربي ديال الديغرادي، والديغرادي ديالنا ديال اليوم ديال في كتجي من هنايا الاخوان، شوكه من هنايا، وراقبوا الفيديو باش تعرفوا الديغرادي كامل الاخوان. خليكم مع فيديو كامل من الاول حتى الاخر باش تعرفوا المعلومات اللي كاينه في هذا الديغرادي هذا، ومعلومات اللي كاينه في هذا السر ديال الحسنه ديال الفي. باقي ما عملش لايك يعمل لايك وشجعونا بالكومونتيرات، واللي باقي ما تابوناش واحد النسبه بزاف الاخوان كتفرج فينا وما مابونياش، ما عليك غير تابونا وفعل ديك زر الجرس باش يوصل لك الجديد كامل. المهم الاخوان ندور الدوره ديالنا من هنايا، حاولت فيني الزيرو ديالك مزيان، عادك مشي لواحد الاتجاه، هاهي نكون مضرب من الدورة من هنا، ندور اتجاه آخر. واحد الحاجة ضرورية بزاف الإخوان، الناس اللي كتقول لك أنا كطلع لي واحد اتجاه طالع واحد اتجاه هود، أنا نحل لكم المشكل اليوم في هذا الفيديو هذا. دايما راقب الضربة الأولى من الضرب يا اليمين يا شمال، دايما شوف في المراية، هايدا شوف نيشان في المراية، شوف في بديتي هادي. دابا بديتي هادي مع الاتجاه هذا من هنايا، مهضر الراس هادي اللي هنايا، غتجي من هنايا غتبدا مهضر الراس هادي اللي هنايا بحال هكا، غتشوف المرايا هايدا، غضرب هايدا بهاد الطريقة هادي، ساعة كتزيد تشوف في المرايا كدور في راس هايدا، كدور راس هايدا، باش كتشوف في المرايا مزيان الإخوان، كتشوف في المرايا مزيان، باش كتشوف فين طالع، واش طلعتي من هنا ولا طلعتي من هنايا، كتبقى لك شي حاجه صغار كتبقى تصلح ديك الغلط ديالك، فين طالع شويه من هنايا كتجي شويه من هنا كتصلح شويه من هنا حتى كتجيب الدور ديالك كامل. وخليكم مع الديغرادي اخوان، هاد الديغرادي هذا اللي بزاف الناس كانوا طلبوها لي، ما نعملوش دابا نطلعوا بالواحد، غادي نطلعوا بزيرو ونص. بزاف الناس طلبوها لي لا في اليوتيوب لا في الانستغرام، كنت كنعمل لايف في الانستغرام، دخلنا عندي الانستغرام وصلوا مبادرو، الا بغيتي تحضر اللايفات وتحضر وتحضر ستوريز اللي كنزل مرحبا بك في انستغرام وصلوا النقطه 40 مرحبا بك. دابا غادي نبداو بزيرو ونص ماشي بالواحد، راقبوا معنا وغتشوفوا كلشي غير اعينكم. هاد دايدا غادي نطلعو الاخوان، ما نطلعوش بزاف وما تجبدش يدك مزيان، حاول تفيني الزيرو ديالك مزيان، غادي ندورو من هاد الجهة هادي عاوتاني بنفس الطريقة الاخوان، نفس اللي طلعنا فيها غنطلعو حتى بهاد الاتجاه هذا، الطول اللي طلعنا بهاديك الاتجاه غنطلعو حتى بهاد الاتجاه هذا، حاول المشط ديما في يدك، ديما صافي بحال اللي كتشوفوني كنعمل دابا ياك. قرب لهم مزيان باش يشوفوا، على حسب الزيرو الاخوان ضربتو حيت باش ما نطولش عليكم الفيديو صافي. لاحظوا معايا اللي طلعت هنايا هي اللي طلعت بها هنايا، دائما فيني مزيان. اخوان كاينه جوج ديال الطرق، يا اما طيح الخط ديال الزيرو يا اما تعمل واحد ونص، يعني ما تطيحش الخط زيرو، طيح الخط ديال زيرو ونص تعمل واحد ونص موراها الواحد،
شني ما بغيت. غادي نبدا انا الاخوان بالواحد ونص، ما بغيتش نبدا بزيرو فاصلة 25، ولكن اللي بغيتي تسنى اللي ريف انا غادي نبدا بواحد ونص. ها هي فينيا اخوان، غادي نبدا بها بهاد المشط هادي. قرب لهم باش يشوفوا الخطيف كيفاش كنخطف. هادي هي مرحلة ديال الخطيف الاخوان. حاول تفيني مزيان اختف، حاول ما نهضرش بزاف باش ما نشوش عليكم. راقبوا الماكينه كيفاش كانت. هاي المنقوره ديال الماكينه اولا الراس ديالها، قرب لهم شويه باش يزيدوا يشوفوا. ها هي الخطيف دابا، دابا ملي عملنا واحد ونص الاخوان تقدر تقبل تقلب واحد وتعملها لنفس الوقت بلا ما تضرب الدوره كامل. يعني اعمل واحد، ها هي واحد، لاحظتوا معايا كيفاش الخريف دا كيصفى. هيدا بغيتكم كاملين تعملوها وبوستوها لي في الانستغرام، صردوها لي بهاد الطريقه اللي كتخدموا، عملوا فيديو وصردوها لي في الانستغرام. اللي بغى يستشر معايا شي حاجه ضروريه اولا شي حاجه مهمه يدوزنا عندي الانستغرام، راه عندي النمره ديالي تمايا. صوني عليا، صوني عليا الا كانت شي حاجه مهمه ضروري خصك تهضر معايا بها، نمره وعيط لي ومرحبا على الراس والعين. دابا قلبت واحد ونص وكنعمل واحد الاخر حتى باش نصافي الدرجه ديالي مزيان باش ما يبقاش فيها العيوب مره باش تجي صافي. لاحظتوا معايا كيفاش بدات كتصفى، زال ديك الخط ديال زيرو نص اللي عملنا في الاول. انا كنعمل واحد وواحد ونص في نفس الوقت. غادي نفيني بزيرو نص شويه، ما نطيحوش الخط دابا حتى نطيحو اتجاه اخر. كيما عملنا اتجاه اخر انا نعملو بهاد الاتجاه واحد ونص. دابا نعملو قرب لهم مزيان باش يفهمو، حيت بزاف الناس كيقولوا لي في الكومونتيرات قرب الكاميرا مزيان باش يشوفو مزيان. مرحلة ديال الخطيفة ديال الاخوة، دابا رانا كنخطف. غادي كنخطف، ملي كنخطف الاخوان ساعه كنهوت شويه كنحك عادي نورمال، كنحك واحد ونص نورمال باش كتزول. لاحظتوا معايا ما كنعملش الخط الثاني، شوف ما كنعملش الخط الثاني، قرب لهم مزيان باش يزيدوا يشوفوا. لاحظتوا معايا ما كنعملش الخط الثاني ملي كنخطف، واخا الشعر انا كبير، شوف الشعر قداش كبير هنا. ملي كنخطف ما كنعملش الخط الثاني، كنتسلف ديك الخط نهبط شويه هيدا. حاولوا دائما تخطفوا، قرب لهم مزيان باش يزيدوا يزيد يشوف. ها هي مرحله ديال الخطيفه الاخوانيه هذه. أو نفس الوقت كنعمل واحد سير واحد، عاو كنخطف باش ما نعملش الخط اخر، عاو كنقلب واحد ونص عاوتاني الاخوان. يعني ساعه ملي كنعمل واحد ونص
مي كنعاود نعمل الوحيد كنبقى الساعة كنبقى نلعب ما بين واحد وكنرجع واحد ونص واحد واحد ونص انا عملت واحد عاوتاني واحد واحد ونص دابا عامل واحد دابا اخوان ها هي نمرة واحد راه كنحاول نفيدكم ولو شي حاجة قليلة ديو من عندي والله العظيم راه كنحاول يعني يتستافدوا من عندي اللي باقي ما عملش ابوني الاخوان تابوناو معنا في لاشين باش نكبروا فاميليا ديالنا الاخوان في لاشين ديالنا ديال اليوتيوب والله العظيم انا بزاف واحد النسبه بزاف ما كتتفرج وما كتعملش ابوني حاول تعمل ابوني واحد لايك واحد كومونتير الا كان ممكن الا قلت كنستافد كتستافد مني يعني ما فيها باس الا عملت واحد لايك واحد كومونتير المهم الاخوان غنكون عملنا واحد واحد ونص شو لاحظتوا معايا كيفاش صفات الدرجه دابا باقي ديك الخط ديال الزيرو احنا نعملو زيرو ونص كيما عملنا في اتجاه اخر نعمل شويه زير زيرو ونص حتى هو بالخطيف قرب له مزيان باش يقدر يشوفو غير بالراس ديال زيرو ونص الاخوان ما خدمناش مشطه ديال زيرو ونص صغيره يعني بزاف الناس ما عندهم شي اليوم بغيناش نخدمو بديك مشطه ديال زيرو ونص دابا الاخوان ضربنا اتجاه اخر وضربنا اتجاه شنو بقانا دابا بقانا ديال في بقاتنا هاد الدرجه ديال في غادي نطيحو هذا ها واحد ونص الاخوان غير المنقوره ديال الماكينه ومشط حاولوا عملوا هاد المشط هادي كتساعد الاخوان بزاف حتى الثمن ديالها ماشي غالي بزاف كتما 30 درهم اولا 25 درهم هي هي الثمن ديالها الاخوان كتساعد في الخدمه وكتبين خدمة مزيان منا واحد ونص غنعملو واحد شوية ديال الخطيف يعني ضربنا من هنايا يعني خصك ضربتها من هنايا باش كتفينيها مع بعضيتها مكتجيش اتجاه مفيني مزيان واتجاه فيه الديفو هاهي لاحظتو معايا بقات واحد الخط هيدا يعني متفينيش اي واحد اتجاه حاول تفيني كلشي باش يمشي داكشي مساوي مع بعضياتو انا عملت الواحد سمحونا على صداع ديال الموطر انا عملت نمره واحد وهادي غادي نقصوها دابا اخوان هي والدرجه ديال زيرو ونص ديال زيرو عفوا نعملو زيرو ونص بحال اللي عملنا في الجناب ها هي زيرو ونص اخوان جات اللقطة الحاسمة في نار ديال الحسانة قلت لكم اللقطة الحاسمة يعني بحال اللي عندنا شي ستاج ديال الوحش الحركة اللي صعيبة بزاف اللي عند اي واحد ديفوس اللي كيعملو عند بزاف ديال الناس هي هاد الخط هذا ديال الزيرو هذا الناس اللي ما كتعرفش تطيح هاد الخط هذا اليوم جيت لكم واحد الحاجه واعره بزاف وبزاف ديال المعلومات في هاد الفيديو هذا راقبوا معايا كيفاش كيطيح هاد الخط هذا بسهوله بزاف واحد التكنيك واعره بزاف اللي ما كيوريه لكمش بزاف ديال الحلاقه راقب معايا الا كنتي وصلتي حتى لهاد المرحله باقي ما عملتيش شي واحد جيم واحد كومونتير ما عليك غير من جيم واحد كومونتير نكون فيتك واحد ولو 1% من هاد الشيء هذا كامل ديت من عندي واحد المعلومات وشكرا بزاف اي واحد كيتبعني اي واحد كيسيبورتيني وتفرجوا معايا كيفاش طيح الخط ديال الزيرو دقه واعره بزاف غادي نعملو 0.25 الاخوان شوف معايا كيفاش كطيح قرب لهم مزيان قرب لهم مزيان باش يفهموا معايا مزيان تاهم لاحظتوا معايا الماكينه ما كتاكلش مزيان يعني هي كنبش هي كنبش غير كنبش مره لاحظتوا معايا طاح الخط شوف راه ما كنغشكمش ها راه كنوريكم اللي كاين تقريبا زيرو الاخوان ها هي ها هي الحس ديال الخط ما بقاش
قرب لين قرب لين قرب قرب لين ركز معي شوف شوف هنا وشوف هنا الخط طاح ولا ما طاحش تبع لي الطريقه ديالي واقسم بالله حتى توصل تبع لي الطريقه اللي كنقول لك وراقب معايا الفيديو باش تكمل من الاول حتى الاخر باش تفهم المعلومات اللي كنعطيك انا من القلب القلب من القلب قرب لهم زيد قرب لهم مزيان باش يزيدوا يفهموا باش ما يكذبوش عليهم الناس ديال اليوتيوب كنتعصب بزاف الناس كتكذب على لي فان ديالها علاش علاش ماشي حشومه ماشي حشومه عليكم عطي الناس تستافد عطي الناس الحقيقه عطي الحقيقه الناس ما استياش يكذوب ما تورياش واحد الحسانه وتينا كتوقف فيديو كتفيني الحسانه باش كتوريها لا ها انا الاخوان ها ما كاينش مونتاج ما كاينش وقف وعدل كما كنعدل انا صافي كنوريكم ما كاينش فينيسيون ما كاينش وقف كاميرا تنفيني لا يجازيكم بخير الناس اللي كتعلم ما تكذبش الناس وحدين اخرين ما تعيطوش في الواب كتقول تينا كتخدم 15 دقيقه الراس كتسالى زعما شكون تينا ما يمكنش مستحيل ها هي من القلب الاخوان هضره من القلب كتمشي للقلب لاحظتوا معايا الخط ما بقاش شوف معايا الاتجاه هذا كامل شوف معايا الاتجاه هذا كامل وشوف معايا الاتجاه هذا لاحظتوا معايا الخط ها الخط فين هو حتى هذا غادي يطيح ها هي تقريبا زيرو عملت زيرو ونص الاخوان ها هي فين هي قرب لهم مزيان باش يشوفوا الخطيف والراس ديال المنقوره كيفاش كنضرب غير بالراس الاخوان زيرو مره الاخوان زيرو مره باش نشوف كيفاش كطيح الخط راه زيرو كيطيح زيرو حاول تضرب غير من المنقوره وكان يعني ضرب هي بالراس ديال الماكينه ها هي زيرو ونص مره لاحظتوا معايا شني باقي دابا باقي غير من هنايا من هنا هادي غادي تطيح دابا وهذه هي المرحله اللي صعيبه بزاف الاخوان باش تجيب داك الشيء مقدد مع بعضيته عامل زيرو ونص الاخوان لاحظت معايا الخط طاح واش لاحظت معايا الخط طاح الاخوان لاحظوا معايا هنا ماشي هي اللي هنا دابا غادي نطيحوا هادي ترجع فحال هادي حاول هذا مش ضروري الاخوان ما جازيكم بخير زيرو عامل الاخوان باش تكونوا في بالكم راه زيرو كيطيح زيرو الناس اللي كتقول ديك الخط ما بغاش يعمل 0.25 وما بغاش يطيح راه كيكون عدل زيرو حاول تعمل زيرو ها هو زيرو مره ها 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 هو طلع مره ركزوا معايا فين هو الخط فين هو الخط الاخوان ها مبقاش الخط مره نهائيا
ما نناقش من فوقي ما نعدلش من هنا باش ما نطولش عليكم فيديو. هذا الفيديو هذا خاص غير بالدرجه والخط ديال الزيرو باش كيفاش طيحوه مره باش تزولوا المشاكل ديال الزيرو والتنقيص ديال الفوقي اولا بمستوى مقص غادي نوريه لكم ان شاء الله يا ربي فيديو اللي ماجي وباقي فيديوهات بزاف. تبعونا الاخوان وديما بقاو على الخط وعملوا ديك زر الجرس باش يوصلكم الجديد كامل ديالي اي فيديو نزلته جديد غادي يوصلكم. تابعونا وبارطاجيو كومونتير الاخوان اللي بغى يدوز عندي انستغرام مرحبا به على راسو العين كنجاوب كل شيء واي واحد جا عندي مرحبا به. صالون بدرو نقطه 40 وتهلاو في راسكم الاخوان ونكون في تسكم ولو 1% من هادشي هذا اللي وريتكم. Stick it.